المهمومين؟ وين المغمومين؟ وين الحب عذاب؟ وين المسحورين والمحسودين والممسوسين؟ أين الذي يشتكي الهم؟ يا صاحب الهم إن الهم منكشف، أبشر بخير فإن الكاشف الله. اليأس يقطع دوما بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. وأنت بتروح والعلاج معك، أي هم يسيطر على قلب مسلم وهو معه ذكر الله جل الله في علاه؟ حتى ناتي إلى السبب الرئيس لانشراح الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إذا اطمأن قلبه ماذا يريد؟ يحافظ على هذه الطمأنينة ويقول تكفى يا شيخ، نبغى نترك الذنوب والمعاصي، فعلت وصنعت وقدمت وأسرفت وسافرت وفعلت وأجرمت. نقول قف، تب إلى الله. طيب أبي سبب أنا أتوب، أحيانا أرجع. نقول له هناك سبب رئيسي، إذا فعلته سوف يثبتك الله جل وعلا وتبتعد عن الذنوب والمعاصي والآثام. إيش هذا السبب؟ وكل يوم ترى بعض الشباب يصلحه أو يعمله، لكن يعمل بلا خضوع ولا خشوع ولا طمأنينة. يا أخي المبارك، نقول لك الصلاة 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 الصلاة.